مساك الله بالخير دكتور خليل أبو ما شاء الله تصريحاتك ملعلعة الأيام الماضية وقوية جدا ومفردات منتقاة. بس قبل ما نسولف أنا قلت لك دكتور نبي نسأل، شلون دكتورة مالتك جد ولا حقك؟ ها أول شيء مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ومشكورين على هالاستضافة وتحياتنا لمشاهدينكم الكرام. لا دكتورة مالتي لا صح، أنا خريج بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة نورث كارلاينا اي ان تي، وخريج ماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة ميامي في كورال جيبلز، وخريج دكتوراه من جامعة كيس ويسترن ريزيرف يونيفرسيتي في كليفلاند اوهايو، وأنا كنت أستاذ في جامعة الكويت قبل لا أكون عضو في مجلس العمال. وأنا هذا سؤالك طال عمرك الساعة المباركة، أنا أسأل كل واحد يقول لي أنا دكتور ولا ماجستير، أول ما أسأله من وين؟ وتعرف الجواب من غير ما يجاوب، من 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 وجهه، اذا شويه كاش معناه في بلا، اذا ياك بكل ثقه قال لك انا خريج هذه الجامعه وانا تعرف ان هذا ثقه يبين. ومرات تلاقي واحد يكتب دكتور مهندس، افتتاحيتك كانت وايد عاليه يعني ما اقدر اضيف عليها قبل ادخل الاستديو، كانت وايد وايد من الثقه سليمه. وايد ناس يسمون يعطون لنفسهم لانفسهم صفات علميه مهنيه اكاديميه ويخفي من وين جايب هذه الصفه، يعني يقول لك انا دكتور بس ما يقول لك دكتور من وين. يقول لك انا ما تعتقد المجتمع والحكومه وحتى النواب لعبوا دور في مثل هذا؟ دون شك، لكن اكو شيء بعد المجتمع ما يعني خلي الحين النواب وخلي الحكومه اي دورهم، تعال حق المجتمع، التفاعل الغريب والشديد اللي حصل هاليومين من المجتمع في مكافحة من كل من طلع راسه عنده شهادة الله بالخير حكى كلمتين، المجتمع رد عليه، المجتمع كفيل في هالمسألة، المجتمع مل وسأم كل الحالات الفوضى والفساد اللي ذكرتهم حضرتك في البداية اللي قاعدين نعيشه، كل شيء مزور، كل شيء فاسد، كل شيء مدري شنو، إلى متى؟ فالمجتمع يبي فرصته عشان يحاربها ويعطي رأيه فيها. أنا صار لي تقريبا 5 سنوات في المجلس من المبطل الثاني بعدين 2013 2000 الحين أصيح في هالمسألة، أصيح وأتكلم وأحط وأروح مني وألوح وأسأل أسئلة برلمانية وأهدد ويحط، ما كان في ذاك التفاعل. بمجرد ما صارت هذه الحين المسألة مسألة رأي عام، الآن عندنا قوانين ببساطة نستطيع أن نمررها في المجلس، صارت قوانين رأي عام، قضايا الشهادات والأمور هذه كلها، اقتراحات صارت لها وقع ولها اهتمام، فيها اهتمام، المجلس بدأ يهتم، نبي نناقش نبي نتحدث، أهلا وسهلا يا الساعة المباركة. وعلى قضية إنه يقول لك والله هذه قضية عشان تلهيني، يا معود لو تلهون المجتمع وتلهوننا في قضايا في نهايتها علاج لمشاكلنا أهلا وسهلا، خلني ألها في قضية فساد الشهادات، خلني ألها في قضية فساد الشوارع، خلني ألها في قضية فساد المؤسسات، خلني ألها في كل هذه، خلني ألها فيها عشان نعالجها، لا نلها في قضية تمييز وضرب المجتمع في بعضه، لا نلها نواب مع نواب، لا نلها بهالقضايا، خلني نلها في ملفات نعالجها في نهاية اليوم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. والله أتمنى ذلك، وأتمنى إذا أنت لامس، لأن عادة مثل هالقضايا ممكن تجيك ضغوط عكسية، مفتاح انتخابي واحد يمون عليه شيء يحاولون يخمدونك، بس واضح أن الحماس حد أعلى إن شاء الله. وبعدين إذا تسمح لي بخالد، أكو مرات الوزير يعاني من ضغوط في نيابية مجتمعية غيره، واجبنا نصد هذه الضغوط بأن إذا سمحت باعتماد شهادة واحدة من هذه أكون واد يقولون إذا ما اعتمدتها راح أسألك سياسيا، أنت تسوي له أنا تلقائيا أقول له إذا اعتمدتها أنا سأسألك حتى وأنت اختار طريقك ما راح أخليك. وأنا كل وزير جاني، كل وزير تربية تعليم عالي مر عليه بالمجلس كنت أقول شيء، كل شيء مقبول نتكلم فيه كل شيء عدا هذه الشهادات، واحدة من هذول تقرها راح أحاسبك ما طوف لك. إنزين، اللغط الأخير ثار بعد ما انتشرت
أسامي أو تسربت أسامي متداولة والناس لقت فيها بعض الأسماء المثيرة للانتباه. أنت متابع القضية، أنا بس ودي أفهم الحين الجامعة الأمريكية في أثينا أو ما أدري ايش اسمها بالضبط، يعني لأن يبدو أن في عبثية حتى في الاسم والترجمة في لعب. بس هذه الجامعة هي جامعة فعلا؟ في بداية خالد، ترى مو مقتصرة على الجامعة الأمريكية في أثينا، ترى وايد جامعات في بس أنا الحين هذه كمثال، وهذا بس أنت عندنا بالهند وعندنا بالفلبين وعندنا بدول عربية، حتى في دول عربية وغيرها، أمريكا بعدها وبريطانيا أيضا فيها. اللي حصل التالي، في سنة 2008 تقريبا، نعم، أتى عضو هيئة التدريس في جامعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عنده قبول من الجامعة الأمريكية في أثينا. والجامعة الأمريكية، اسم الجامعة الأمريكية ترى اسم، أكو جامعة أمريكية في واشنطن، أكو جامعة أمريكية في أثينز، في ألاباما في أمريكا أكو جامعات. أي فيا قال أنا عندي قبول للدكتوراه من الجامعة الأمريكية في أثينا، يصير أروح له ولا لا؟ يقوم مدير إدارة البعثات في ذاك الحين غالبا رفيجة، سوى خاطب المكتب الثقافي في فرنسا وخاطب وزارة التعليم العالي، هل جامعة معتمدة مو معتمدة وغيرها، وصار في خطأ في المكتب الثقافي في فرنسا بأن ردوا بأن الجامعة موجودة ولها كيان وكذا وكذا وجامعة معتبرة، وافقوا عليها معتبرة. خلال سنة سنتين ناس راحت، تقريبا اللي كانوا مبعوثين من التعليم التطبيقي تقريبا كان عددهم 8. يعني الموضوع تعدى السماح بالدراسة فيها، بعثة وصل راتب مخصصات وتذاكر سفر وشغل روح. وكان أكو عضو هيئة التدريس في التعليم التطبيقي عنده وكالة أو يمثل هذه الجامعة، أعتقد على كل شخص يروح في لهذه الجامعة يأخذ حصة فيها أظن. احنا قاعد نحقق وما ندري، لكن بس هذا الامر هذا تحت موجود، التحقيق هذا موجود حاليا. في سنة 2010 انتبه المكتب الثقافي في فرنسا بأن الجامعة مش جامعة حقيقية وليس ليش انتبه؟ الحين في كلام ان السفير في أثينا هو اللي خاطب، اي، وعن طريق سفير اخر خاطبه قال له ترى اكو مشكلة، تحققوا وشيكوا اكتشفوا ان نعم الجامعة ما لها صفة قانونية، الجامعة مستواها الأكاديمي ما هو حقيقي، الجامعة كيت كيت كيت، فسحبوا الاعتراف فيها ومنعوا الطلبة من اللجوء إليها، ووجهوا بأن كل طالب موجود في هذه الجامعة يخرج ويذهب إلى جامعة أخرى. اطلعوا من هالجامعة، هالجامعة ما هي جامعة. ما قالوا اللي في الجامعة يكمل دراسته؟ لا ما في شيء اسمه يكمل دراسته. وطبعا هذول المبتعثين من التعليم التطبيقي تخرجوا بعدها بسنة 2011 2000 وما أدري كم، وردوا لأنهم مبعوثين. يا أنا أعرف واحد بعد ما منعت هناك آخرين راحوا سجلوا على أمل أن في يوم من الأيام يفكون هذا. الجامعة كانت موجودة كجامعة صغيرة وهزيلة أصلا، علميا هزيلة، إمكانياتها محدودة، والطلبة اللي كانوا يروحون يردون في بعضهم كان يعلم أن هذه جامعة محققية بربسة. في سنة 2007 تقريبا، 2017 عفوا، احنا جينا في تعال يا معالي الوزير، كان وقتها الله يذكره بالخير في هذه الجامعة دكتور اللي انا هذه متداولة، ما يعني اكو هذه صورة من الصور، انا اقول لك الحين قصتها. اي في بداياته كان في، بعدين لما سكرت وتشمعت وراحت خلصت، راح في مكتب صغير وما كان له وجود. يعني انا اذكر انا رحت انا مع الدكتور عذر ويعي مره، رحنا اثينا نبحث عنها ما لقيناها، الا ما وصلونا قالوا لنا هذه شقه في منطقه كنيئي، تدري شلون ضيعنا وقتنا هنا، توكل على الله نومور، لانك كنا نعتقد في جامعه. بدر العيسى الله يذكره بالخير الوزير الاسبق للتربيه والتعليم العالي قام وشكل لجنة تحقيق، لجنة محايدة الآن، لأن المتورطين أساتذة، متورطين مدير سابق للبعثات، مكتب ثقافي، مسؤولين في التعليم العالي، شكل لجنة خلينا نشوف شنو هالملف. تعامل بجدية، بجدية اللي بدأ في التعامل بجدية مع القضية هذه الدكتور بدر العيسى، أول من بدأ يسجل له هذا، يسجل له والله يذكره بالخير والله يعطيه العافية في المسألة.
إلا أن انحل المجلس وتغيرت الحكومة وأتى بعد الدكتور محمد الفارس. أيضا دكتور محمد الفارس تعامل بجدية مع هالمسألة، لأن يوميا يبي يجدد حق اللجنة، ما خلصت تقريرها، الفتوى ما فتوى، يصير ما يصير، أوكي خلصت جدد، طلع التقرير بإحالة الملف للنيابة برمته. أكو شيء، خلني أقول مصطلح علمي حتى لا أسيء لأحد، أكو شيء نتن في المسألة. علمي تمام؟ أكو رائحة نتنة في المسألة. فأحالها محمد الفارس للنيابة. وطبعا كان في وقتها من أحيانا الحكومة تحيل للنيابة للتخلص، يعني يكون مو قادر ياخذ قرار، ما يبي يتورط، يقول لك حيل نيابة. زين الحين القرار، هل هذا صدق القرار اتخذ؟ يعني أحيلت للنيابة بسبب رائحة نتنة ولا بسبب عجز عن اتخاذ قرار؟ القرار اتخذ، إيقاف الجامعة، سحب الاعتراف منها، منع الطلبة من اللجوء إليها، عدم اعتماد شهادات الطلبة هذول كلهم، لا تعتمد أي شهادة منهم. هذه القرارات اللي اتخذها الوزير. الآن المحاسبة القضائية إذا كان هناك جانب جنائي أو في مخالفة أو خلينا نقول تعدي على القانون، لأني أنا كمدير إدارة بزرق واحد ولا كمكتب أبي مشي واحد ولا هذه من يحقق فيها؟ يحقق فيها القضاء. أحيلت القضية كلها والملف كله للقضاء. كان الوزير الحالي دكتور حامد العازمي كان وكيل وزارة التعليم العالي منذ 2014-2015، منعوا تأكدوا. طبعا هو لما جاء كل شيء مقفل ومسكر خلاص، القرارات الإدارية لضمان عدم توغل وعدم الاستمرار في هذه الجامعة كان أوريدي متخذ. من صار وزير أول قرار اتخذ في مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سحب هذه الشهادات وسحب الاعتماد منها من هؤلاء الأساتذة في التعليم التطبيقي. وكان في أساتذة يمارسون التدريس تقريبا 8. الآن عندك مشكلة يا أستاذ، روح القضاء، روح اشتكي عليه في القضاء. الآن أكو واحد، أبي أعطي مثال، نحن لا نتهم هالناس كلهم بأنهم هم المتسببين ونترك المسؤولين ونترك المنظومة والسيستم. واضح من التسلسل أن فيهم خطأ جوهري من المبنية. أكو أبو خالد شخص يعني الدوانية ما أعرفه، قال أنت قاعد شهر فيني، أنا من زمان أتكلم عن هالموضوع، قال أنت قاعد شهر فيني، قلت على شنو؟ قال أنا امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت في المحاسبة. براهو. أنا جايب امتياز مع مرتبة الشرف في الماجستير من أمريكا في الجامعة الفلانية. خوش. قال أنا أعطوني بعثة. زين وين؟ قال الجامعة الأمريكية في أثينا. قلت أحلفك بالله أنت جايب شهادة من هنا؟ قال قلت واحد مثلك بالكاليبر مالك ومستواك العلمي رايح أثينا في جامعة كان يقول أنا رحت مع مرتي وعيالي. قلت له أنت ما جاوبني، اكو شيء اسمه دراسه وتعليم، شفت جامعه فيها دراسه وتعليم؟ قال انا رحت اعطوني بقى. قلت لا جاوبني، هل فعلا كان الجامعه حقيقيه؟ قال لا. قلت الا يفترض فيك كنت تحفظ كرامتك وتحفظ مكانتك العلميه وتحفظ خصوصا ان سجله مشرف يعني؟ كان يقول بالمناسبه اسمع اللي مطوع، كان يقول انا ترى رجعت الكويت وطلبت من القسم العلمي، قلت لهم ترى الجامعه فيها بلا، القسم العلمي قلت لهم الجامعه فيها بلا، بغير بطلع من أثينا بروح استراليا، بغير مكان أي مكان. قالوا لا ما يصير. يقول رحت حق العميد، قال لي ما يصير. رحت حق المدير العام، قال لي ما يصير. وبعدين قال لي يوني فهذا حالة يعني هذا أجبر أوتي. على المضي قدما في حقيقية ها. أيه. الحين نحن لا نسيء له ولا نقول له أنت مزيف ولا لا، بالعكس نقول له شهادة نرحب فيه حتى ضيف الأخ علي المطوع ساعة المباركة. أنا يعني سجله مشرف، ولكن واضح أنه هني بشكل او باخر يعني انا مشكلتي وقلت انا مشكلتي معاك مو قضيه ان انت متورط ولا انت متسبب ولا انت متعمد. انا مشكلتي انك انت تحمل لقب اليوم ليس فيك. اي اللقب هذا مو فيك، يعني مسيرتك كانت كلها صح بس هذيك غلط، والخطا مشترك بينه وبينهم. لا تيني اليوم تقول لي انا دكتور. لا تيني واحد، لين واحد يقول لي انا مهندس، لين واحد يقول لي انا طبيب، واحد يقول انا محامي، انا مختص، انا كذا. احترموا انفسكم. والحين غير هذا، إذا ما احترمتوا أنفسكم يفترض هناك قانون في الدولة يردعك ويلزمك، وعشان مو عشان بس أردعك ويلزمك، حتى أحفظ حقوق الحقيقيين. طيب حصول على هذه الشهادة ليست جريمة بحد ذاتها، إلى الآن مو جريمة جنائيا، لكن إذا استخدمها للترقي للتعيين إذا جامعة غير معتمدة وغير لا حتى هذه ما فيها جريمة. إذا جامعة مو معتمدة
وحطيتها وقلتها يقدر يقول أنا كذا، لكن إذا كان هناك شرط موجود في قانون الخدمة المدنية راح أخذ بدل شو يسمونه دعم عمالة من القطاع الخاص، ترقى وسوى على شيء. الجريمة أنك أنت قاعد تنافس وتنازع الحقيقي في هذه الشهادة في هالمناصب. الآن لأن المسألة صارت مسألة ساخنة، أكو قانون قدمناه وهو كان من الأول موجود على جدول الأعمال في اللجنة التعليمية، أكو قانون ثاني في التشريعية بتجريم كل من يستخدم هذه الشهادات الغير معتبرة وغير معتمدة، إذا استخدمها في وظيفته، استخدمها في ترقية، وإذا استخدمها أيضا في الإعلام وأوحى للمجتمع وكذب على المجتمع وعطى نفسه صفة علمية ومهنية يجرم. الحين هذا القانون قاعد نناقشه في اللجنة التعليمية، والآن الجو متاح لإعطاء صفة الأولوية في المجلس والمجتمع يرحب بهذا القانون، أهلا وسهلا. فنبي نغطي الجوانب القانونية في هذا الأمر، وأي قصور تشريعي نبي نسكره، نبي نعالج هذه المسألة من جذورها. والله احنا ناطرين وبنشوف. الحين أكو كلام، واحد طلع راح جامعة في إحدى الدول لأنه ما أخذ إجازة من مقر عمله، ما أعرف إيش والأمور هذه كلها، لكن درس وياب شهادة. التعليم العالي لا يعتمدون هذه الشهادة، لا نستطيع أيضا أن نظلم هذا الإنسان نقول له أنت لست. قبل في انتساب أول مسموح وكان أمر قانوني واضحة، يعني هذا جايب شهادته بالانتساب وهذا منتظم بالدراسة وسببت ربكة بعدي، تفضل. بس ليش وقفوها؟ يمكن إيقاف مثل هذه الجوانب أو السبل التعليمية خلينا نقول هي اللي نزت الناس على طرق ملتوية. لا هذه كانت قبلها، هذه قديمة كانت وياها أيام الانتساب كانت هذه موجودة. المشكلة وين في؟ المشكلة في أن أنت حضرتك ذكرت في مقدمتك أن أكو متلافين الناس، وأكو نوع من التوجه عشان أحط دال، أحط ميم، أحط ألف، أحط تسميات، وهل شنو قيمتها إذا ساعدة ما في الترقي؟ صحيح. إذا بتوصلت لك نائب نزتها سهلة، بالضبط، الترقي، المناصب الإشرافية، الوظائف وغيره. طبعا هي ليست مؤشر ولا 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 دليل على علم ولا ثقافة ولا صحيح. أخلاق صحيح. مثل ما قلت أكو ابن خلدون وأكو دكتور فلان ما يقدر يقرأ جملة من اللي يكتبها ابن خلدون في مقدمتك. إحنا نبي نضع ضوابط لها، نريد أن نحصن هذا المجتمع من هذا السلوك. وأكبر مشكلة اليوم نعانيها في كل قضايانا ومشاكلنا أن المسؤولين اللي مناط بهم إدارة الشؤون في الدولة أكثرهم من هالشهادات، عشان كذي ترى. خلنا نوقف عند المسؤولين ونرجع لها عقب الفاصل. طلعوا فاصل أذوني طلعوا دكتور، نقولها بثقة دكتور. توقفنا قبل الفاصل عند كلمة خطيرة قلتها، قلت الكثير من المسؤولين في الدولة يحملون مثل هذه الشهادات اللي هي شهادة إما غير معتمدة أو مضروبة أو تزوير. مواقع حساسة. الحين تزوير شيء آخر، هذا يحتاج إلى دليل، لكن شهادات مضروبة وشهادات ما هي أكاديمية ما هي علمية، نعم أكو كثيرين. ولما أقول مسؤولين ما استثني أحد، وايد أماكن. يعني الآن مر عليك وزير يحمل وزارين شهادة وزارين مضروبة، وايد وايد نواب بعد، وايد 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 مسؤولين مسؤولين. ايش بتسوي؟ كاتبهم بتحرك على النواب مرة ثانية. اكو القانون اللي قلت لك عليه، القانون اللي قلت لك عليه بتحرك على النواب. اي راح شهادة نائب شهادته مضروبة ولا بس على ذي المساكين؟ شهادته مضروبة خل يبلع العافية. اي يحط الشهادة في مخباته حتى يبي يبروزها في ديوانيته ببيتهم كيفه، ولكن لا تطلع للمجتمع وتدعي الصفة العلمية إن كان وزير أو كائنا من كان. نعم القانون بمجرد أن يقر إن شاء الله خلاص يلزم الجميع، كل من يدعي الصفة العلمية يجب أن يثبتها. وإذا قاضيتك القانون راح يجرمك بالسجن والغرامة المرة الأولى، وإذا كررت عدت في الجرم مرة ثانية لا تغليظ العقوبة بالسجن والغرامة. يا ساتر لا. هذا يعني معانا العفو مداخلة من الوزير السابق الدكتور بدر العيسى. ألو. هلا أبو خالد. يا هلا دكتور. يا هلا مساك الله بالخير، شلونك؟ الله بالنور.
وسهلا. احنا للتو سمعنا شهادة جميلة في حقك من ضيفنا ابو عبد الله بانك اول وزير تعامل جاد مع هذا الملف الشائك. والله في البداية أنا أوجه التحية لشخصكم الكريم ولضيفك الكريم النائب الفاضل دكتور خليل الأبول. الله يسلمك. دائما نتعلم منه من خلال ملاحظاته ومساهماته خصوصا في مجال التعليمي، وهذا طبعا ليس جديد على عبد الله. وطبعا مساهمات نحن في هذا المجال يعني الفضل يرجع له ويرجع لنواب آخرين، ويمكن على رأسهم الله يرحمه نبيل الفضل، كان هو داعم أساس في هذا الموضوع، النائب السابق فيصل الشايع، وأيضا النائب السابق كامل العوضي، وجميعهم دول يعني لما تعاملت معهم كانوا دعمني في هذا المجال وكشف هذه الشهادات وأصحابها. يعني المجال طويل فيها لأن التراكمات كثيرة، فالله يعين الإدارة الحالية والإدارة القادمة إن شاء الله. إنزين دكتور، هل القضية كبيرة بالكويت وتستحق أن يسن تشريع خاص لها؟ جدا كبيرة، يعني هذا الإقماء اللي طلعت هذا يعني نقطة من بحر، نقطة من بحر كل هاللي نعم. شفناه نعم، خصوصا في التطبيق، يعني في هناك اسماء ما تجد اسماءهم في الكشف اللي طلع. صحيح. يعني ما زال الكشف اللي طلع ما يحمل جميع الاسماء اللي يحملون شهادات غير معترف فيها او عليها علامه استفهام. هذا صحيح. انزين دكتور، تعتقد تعاملك الجاد مع هذا الملف لعب دور في عدم توزيرك مرة أخرى؟ أنا اللي أذكره ما طولت. والله يعني ما أقدر أقول، يعني ما أعتقد هذا السبب، لا أكيد مو هذا السبب، لأن قبل لا أفتح الملفات عرضت الموضوع على مجلس الوزراء ورحب في الموضوع، وأيضا في نفس الوقت يعني نصحت أصدقائي وأخواني الوزراء أن كل واحد يفتح ملفات الوزارة وينقح هؤلاء الخريجين، بس ما قاموا في العمل هذا. كانت المهمة الأساسية لوزارة التعليم العالي، فما أعتقد أن هذا السبب. أن يعني أنا ما دشيت في الأش الدبابير مثل ما يقولون، لأن هذه قضية مجتمعية وتهم كل مواطن بالكويت. فنفهم من كلامك دكتور أنك ودك كل وزير يتولى ويحمل على عاتقه أنه يفحص كل من يضع حرف الدال أمام اسمه في وزارته. مو بس الدال، يعني حتى البكالوريوس والليسانس يفترض أنه أيضا هناك في قربلة لهم. والوافدين دكتور؟ حتى الوافدين طبعا، يعني في كثير من الأحيان ممكن كويتي مقدم شهادته وما تقبل مثلا. طبعا هذه تعتمد على جهة العمل في بعض القطاع الخاص، يعني يتجهون لوزارة التعليم العالي لتقييم هذه الشهادات، في منهم لا ما 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 يقدم هذه شهاداتهم او يكتفي ب او بالسي في اللي موجوده ولا يطرح اي شهاده لوزاره التعليم العالي للتصديق عليها واعتمادها. انزين سؤال محيرني دكتور، وانت كنت وزير تعليم، نعم، شلون تقع وزاره التعليم العالي في مثل هذا المازق؟ شلون تقر بوجود جامعه مشكوك في وجودها اصلا، او ما ادري بعد انت تفيدني، هل هي جامعه اصلا ام لا؟ وشلون تقع وزارة التعليم العالي في هذا الخطأ، وشلون تورط الناس وتورط روحها؟ الخطأ وارد في كل مكان، يعني التقاعس من موظف مسؤول عن المهمة هذه ممكن أن تقع في الأخطاء، يعني والتصحيح واجب. نعم. يعني لما وزارة التعليم العالي صححت ووقفت البعثات مثل ما ذكر أبو عبد الله بالبداية،
ان طلب منهم انهم يغيرون جامعاتهم، فكان العذر منهم والله احنا قريب نتخرج، وين نحول؟ لا خلينا نستمر، يمكن تغير القانون، مثل ما حصل مثل ما يحصل الان لما طلع قرار من ديوان الخدمه المدنيه في عدم الدمج بين العمل والجامعه او التعليم، اللي هو فقط ياخذ اجازه في الصيف يروح يقدم امتحانات، هذه منعناها. ولكن ما وقفت البعض انه يروح في الاجازات الصيفيه يقدم امتحانه، لعل وعسى ان هذا القانون يتغير ويقضون النظر عنا. فهذه احنا مشكلتنا في تطبيق القوانين. يعني المشكله الرئيسيه ان كل اداره تجي تلقي ما عمل فيه بالسابق. فالناس تراهن على هذا الشيء. والله تصدق منصب مثل منصب وزير التربية والتعليم العالي، المفروض المجلس الأعلى للتعليم هو اللي يكون مفعل، وهو اللي يضع السياسات، وهو اللي يحدد الوزير لضمان أنه يكون في خط واحد، مو كل وزير ينقز. احنا يمكن وإحنا طلبة أذكر عانينا فيها، يعني يك وزير يلغي المقررات، اي وزير عقبه يرد المقررات، اي وزير يعني كان عملية يعني تنقز وهي من وزراء. فنتمنى ان المجلس الاعلى للتعليم يفعل ويكون حقيقي ويشيل على عاتقه مثل هذه الامور. والله يعني في وقتنا طلبنا ان يكون مفعل وصاحب قرار وليس استشاري، بس ما توفقنا في 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 عمل هذا الشيء. لكن انا ودي اضيف قبل تفصلني عن البرنامج. تفضل. فيما يعني اودي اعلق على مطرحه مدير التطبيق السابق في قناة الرأي. نعم. من مغالطات وأنصاف الحقائق، ويعني بالحقيقة كلام غير صحيح اللي طرحه فيما يتعلق في أحد النواب في لجنة الميزانيات، ضغط عليه عشان ولده ولا عضو آخر عشان أخوه. أنا عايشت الحالات كلها. نعم. هذا كلام غير صحيح فيما يتعلق بعضو في لجنة الميزانية. بالعكس كانت الميزانية مستوفية، ولكن كانت الميزانية واقفة على 10 ملايين مالت الإضافي والصيفي، لأن هناك في شعب وهمية تعطى لناس ما يدرسون، وتعطى خصوصا في الصيفي تعطى لناس يكونوا مسافرين بالصيفي ومسجل اسمه يدرس صيفي وهو خارج الدولة. بالنسبة للعضو اللي هو، أنا عايشت الموضوع هذا، أن المشكلة في بعض الكليات التطبيقي الإعلانات تنزل مفصلة على ناس معينين. يعني إعلانات الابتعاث. نعم. والتعيين. والابتعاث. إيه. تنزل مفصلة على ناس. مفصلة على ناس. وهلما جرا ترى البلد كلها ماشية كذي. ها كان أخ النائب مناقصات مفصلة وقضايا. أخ النائب يعني مطابق للشروط. أيه؟ بس والله التخصص هذا لا احنا ما نبيه. فكانت يعني هذه الإشكاليات الموجودة. كان التطبيقي كان في 83 درجة توظيفية أو وظيفية ما استخدمت، هذه كلها تقارير في ديوان المحاسبة. نعم. أحد اللي سحبت درجاته العلمية الدكتوراه ب 2017 كرم من قبل مدير الهيئة. وقفت أنا في اللحظة في لحظة تشكيل لجان وقفت الترقيات عن التطبيقي لحد ما يطلع تقرير اللجنة. ايه. كانت في ضغوطات. نعم. من بعض النواب، لان مدير الهيئة يتجه لهؤلاء النواب للضغط على الترقيات هذه. كانت المعاملات تيني في قبة البرلمان في المجلس الأمة عشان اوقع على هذه المعاملات. وانت ابتلشت، نائب يضغط عليك اصلح، ونائب يضغط عليك اذا اصلحت استجوبك. أكيد أكيد. فهذه طبعا الأشياء والتقرير اللي طلع من لجنة التحقيق
بالأعداد هذه أعداد حقيقية، مع علما بأن الإدارة إدارة التطبيق في ذلك الوقت ما كانت متعاونة بشكل واضح وجدي مع هذه اللجنة، كانت تعطي معلومات منقوصة. أنت تعتقد إذن أن في حالة تواطؤ كاملة دكتور في الموضوع؟ صحيح صحيح. يعني ال حتى في ال يعني أنا بعد ما حتى الجامعة، لجنة الجامعة إيه لما طلعت تقريرها أيضا في أن ما في حد، هو لجنة الجامعة كانت لها مهمة واحدة بس، اللي هي ال الناس اللي تخرجوا وهم على رأس عملهم أو حصلوا على درجة دكتوراه وهم على رأس عملهم. طلع تقرير الجامعة أنا ما في. أنا أعرف ثلاث حالات شخصية في كليتنا أخذوا درجتهم العلمية وهم على رأس عملهم. ها، فحتى تقرير لجنة الجامعة طلع هم مضروب. أنت تسميها يعني أحرص مني. زائد طبعا سرقة البحوث، يعني هذه مشكلة. ايه هذا بعد هذا موضوع لو فتحناه بس يمكن نلغي نص شهاداتنا، لا حول الله. المهمة ودي اقول هالكلمة، بس المهمة ليست فقط يعني على المسؤول عنها وزارة التعليم العالي، بل كل مؤسسات الدولة مسؤولة عن هذه المهمة، مسؤولة عن وضع حلول جذرية للحد من هذه. طبعا هو قضية الشهادات والعدد والجامعات هذه موجودة في كل مكان، لكن مهم ان احنا نواجهها بالحلول. صحيح انا صحيح، لأن هذه كرة الثلج كل ما تكبر فالحلول صعبة. بعدين انا ودي قبل ايضا لا تتفق، ودي بس اسال ابو عبد الله عن تصريح سمعت اليوم فيما يتعلق بخريجين شهادات جامعات الفلبين والهند أن راح يكون لهم اقتراح أن يكون يمتحنون جامعة الكويت، هل هذا صحيح؟ ما راح يصير. جاوب. لا مو صحيح. لا أبدا. أول شيء تحياتي لك دكتور. الله أبو عبد الله. كان أكو توصية في أحد التقارير السابقة وحكم محكمة، توصية باختبار الناس. أي. الأسماء اللي طلعت هذول الناس اللي كانوا يفترض يتقدمون للاختبارات في ذاك الحين، وما حد تقدم منهم للاختبار، ما حد تقدم الاختبار. بعدين أكو مشكلة، إذا من يقول أن جامعة الكويت أحسن من غيرها في قضية أن تختبر خريجين جامعة أخرى؟ من اللي يقول أنها معيار؟ أكو مشكلة هني، لكن إلى الآن ما في هذا الكلام ولن يحصل هذا الكلام. إحنا على الأقل أنا أقول لك إحنا في اللجنة التعليمية وفي مجلس الأمة سنقف أمام هذا الأمر. شهادات هذه ميتة، شهادات غير مقبولة، وانتهى خلصنا. ريحتني يا أبو عبد الله، لأن أنا أدري اللجنة العلمية وانت فيها يعني في أيدي أمينة. يعني حتى لما اقترحت الدكتور عموضي على الموضوع هذا، فكان ردي ان لو افترضنا ان الطالب نجح فهل هذا يجبرنا الاعتماد الجامعه هذه؟ ما يجبرنا بالتاكيد. بالضبط. انا شاكر جدا دكتور بدر العيسى مداخلتك القيمه، طولت شوي، كسرنا القواعد بالمده، بس لانها كانت تستحق، لانك اول من يعني تعامل بجديه مع هذا الملف. شكرا لك، وخل نطلع فاصل شباب ونرجع نكمل الحديث المؤلم عن تواطؤ حتى في جامعه الكويت والتطبيقي. طلعونا فاصل ونشوف. دكتور انت بعد ما سمعت كلام الدكتور بدر العيسى ذكرت انت استخدمت كلمة نتانة او منتن. انا مرة لقيت حوت نافق، او سمعت عن حوت نافق بجنوب الكويت، دقيت سلف العصر ورحت اخر عقب بنيدر كذي كان، ولقيته عنده يمعة توه قبل ما يوصلون، زعنفته، رفعت الزعنفة شميت انتن ريحة ممكن الانسان يشمها في حياته. اللي سمعته مساء يدل ان في نتانة اكثر. انا اللي شفته ان الدكتور بدر العيسى
وهو عضو هيئة تدريس أظن، وكان وزير فاقد ثقته في التطبيق، فاقد ثقته في الجامعة، ويرى أن أعلى مؤسستين تربويتين تعليميتين غير أهل الثقة. دكتور، ما هذا الكلام؟ هل هذا استنتاج صحيح ولا أنا غلطان؟ نعم جزيلا. أنا أول شيء أشكر الدكتور بدر عيسى على جرأته، حتى جرأته الآن يذكرني في أيام ما كان موجود كوزير كان عنده الجرأة. أبو خالد أنا شاهد عيان على الكلام اللي قاله، وشاهد عيان تماما، يعني كنت في وسط المسألة في لجنة الميزانيات. احنا كنا نعرف، احنا كلنا جايين من الجامعة ونعرف اللي يدور في الجامعة والتعليم التطبيقي، شعب تعرض بالصيف، الأستاذ ياخذ عليها دبل معاشه إذا راتبه، إذا راتبه 4000 بالصيف فقط ياخذ 8000 على الشهر، على شهر ونص 6 أسابيع. إذا كان راتبه 5000 بالصيف فقط في هالأسابيع ياخذ 10000. شو يصير؟ يولك في الجدول يحطون لك مواد ما هي حقيقية على اسم عضو هيئة التدريس. لا يا رجل. إي وهذه مو انا اقولها، جامعة الكويت التعليم التطبيقي اكثر من جامعة التطبيقي. التطبيقي فيه شويه انه يسافر في الصيف يخلي المعيد يدرس، يعطي المعيد 500 دينار وهو يحط ال 5 4 8 9000 بجيبه، يعطي المعيد 500 دينار يغطي عنها. يعني انا من الحين ابي اوجه الدعوه لجامعة الكويت وللتطبيقي، وهذا الموضوع من حقهم يجون ويردون ونسمع منهم. جايك ما يحتاج، انا راح ابعث لك التقرير. احنا في مجلس الامه نعرف هالممارسات، جينا وقلنا ميزانيه الصيفي اول شيء روح نظف الشعب الصيف اللي عندك الوهميه هذه، استاذ يدرس طالبين في مكتبه وياخذ 9000 دينار. والقرار والتقرير مو الهيرسي، واحنا نتكلم ديوان المحاسبه، اذا خرج المدير يقول والله نائب يوقف ميزانيتي، لا بسأل وقفت ميزانيتك بعد تقرير ديوان المحاسبة ولا قبل تقرير ديوان المحاسبة؟ هذا واحد. إذا كان يبي بعثة حق ولده خذ البعثة ولا لا؟ إذا ما خذها لأنه ما يستحق، على شو مشت ميزانيتك؟ لا أخوي، إحنا كنا موجودين وقلنا لك على الشعب الوهمية، وقلنا لك أن أنت أصلا مقصر في قضية ملاحقة ومتابعة ومعرفة إذا كانت الشعبة. أقول للشعبة يقول أنا شلون أدري؟ شلون ادري ان الشعب وهمي؟ ما ادري ان الدكتور قاعد يداوم ما يداوم، اذا ما يطلب يشتكون ولا ايش هالكلام؟ انت مؤسسه، تالي يطلع لك يقول لك انا مو معني بالشهاده، الشهاده معتمده، خلاص معتمده. اخوي انت على راس هذه المؤسسه، انت مسؤول عن الكواليتي وعن الجوده وعن اخلاقيات العمل، اهمها الانتجريتي مالت عضو هيئه التدريس، انت مسؤول. لكن وبعدين في قضيه اخو النائب منع من التوظيف في التعليم التطبيقي أثناء كتابة التقرير، أثناء اللجنة، ولا قبل تشكيل اللجنة، ولا بعد تشكيل اللجنة؟ عموما أنا أقول التالي، أهلا وسهلا، احترامنا لشخص الناس، نعم سنتحقق من هذا الأمر، وأنا سأقدم طلب تحقيق برلماني فيما قيل هنا عندكم في القناة. ممتاز. في هالمسألة وكل يتحاسب، واللي على راسه بطحة قاعد يتحسسها من البداية. وننتظر. انزل عفوا معانا. ألو. يا هلا. آسف دكتور، أنا ما انتبهت أنك على الخط. يا هلا فيك. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا. ما أدري إذا متابع مجريات الحوار من اوله ولا لا، بس لا والله للاسف انا ما كان يمي تلفزيون، فما للاسف ما قدرت اتابعه. بس يعني في البدايه يعني تحيه لك ولضيفك الكريم الدكتور خليل. الله يسلمك. وكذلك ابارك لك على تولي رئاسه تحرير صحيفه الراي. الله يسلمك. يعني مثل ما يقولون خير خلف لخير سلف، الاخ ماجد العلي من النعم في بيوسف، نتمنى لكم وللصحيفه يعني كل التوفيق. يعني الله يسلمك. حقيقه يعني في هذه القضيه يعني انا شخصيا يعني لم اكن اود ان شارك يعني في هذا الموضوع، لانه يعني ليس لان هذا الموضوع ليس مهم، انما هو مهم جدا، والقضيه التعليميه بكل صورها مهمه بالنسبه لي. نعم. وليس يعني كذلك انتقاصا لحق الاخوه اللي داخلين في هذا الموضوع ومناقشينه، يعني من حقهم هذا الشيء، لكن نعم. انا شخصيا اعتبر هذا الموضوع كانه
إحدى أدوات الإلهاء السياسي اللي قاعد تحدث في البلد بين فترة وأخرى. ليش؟ إلى أن يثبت لي العكس أن حدث شيء جديد. هذا الموضوع قديم، هذا الموضوع أول من تصدى له هي الدكتورة موضي الحمود يعني، وأنا اللي جيت بعدها نعم. بالوزارة لقيت المواضيع كلها مستقرة، موقفين بالنسبة لأثينا، بالنسبة لخريجين الفلبين وقضايا هذه، هاي منتهية، منتهية الأمور وسكر الموضوع ولم يعتمد لأحد شهادته أي شهادة مخالفة. فالموضوع حتى الأسامي هذه اللي طلعت كأنها اليوم صايرة جنات عبالها، هذه أسامي قديمة. بس عفو دكتور، قالوا في أعضاء في هيئة التدريس يمكن تطبيقي أو ما أدري إذا في جهة أخرى موجودين من خريجي هذه الجامعة اللي عليها اللغط الأكبر اليوم. إيه هذه القبل حتى لاتي الدكتورة موضي في مجموعة وتم اعتمادهم بأي طريقة، والآن أظن هم رافعين دعاوي، بعضهم كسب دعاوي أو شيء من القبيل هذا. لكن اللي بقوله أنا، هناك يجب يعني في مناقشة هذه القضايا يعني يجب أن نكون دقيقين جدا وحريصين. صحيح. يعني اليوم في نظام تعليمي، وفي ممارسات مثل في ما في نظام قضائي، وفي ممارسات في نظام أمني، وفي ممارسات. عند مناقشتنا هذه الممارسات يجب أن نكون حذرين حتى لا نهدم قيمة واعتبار وهيبة هذا النظام. يعني ما يصير أنا أختلف ويا وزير الداخلية ونتيجة لوجود جريمة أقول ما عندنا أمن في البلد، وبالتالي أخلي الناس تتشكك في نظامها التعليمي أو نظامها الصحي أو نظامها. دكتور يعني تعتقد يجب أن نكون حريصين في مناقشة، خاصة هذا الموضوع انتهى وتسكر، يعني ما عاد يشكل مشكلة. لكن أنا أقول لك مشكلة الشهادات والحصول والرغبة في الحصول على شهادة البكالوريوس أو الماستر أو الدكتوراه، هذه إفرازات لمشكلة أخرى. فما يصير إحنا نمسك المشكلة وننسى الأصل المشكلة. أصل المشكلة أنا من وجهة نظري يكمن في جانبين. الجانب الأول هو ضعف مخرجات التعليم العام، اللي هو كل مراحل التعليم. اي نعم، هذا الطالب الضعيف اوتوماتيكلي سيبحث عن جامعة ضعيفة او سيبحث عن طريقة للحصول على هذه الشهادة. نعم. ولو بطريقة غير مشروعة. كلام هاي مشكلة رئيسية. كلام سليم. المشكلة الثانية اللي هو الخلل في الجهاز الإداري. اليوم الجهاز الإداري، الجهاز الحكومي كله، ليش يطلعون للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه؟ ما هم محتاجين لهذه الدراسات. هذه الدراسات يجب ان تقتصر على الجامعات وعلى المعاهد التطبيقية وعلى معاهد البحث العلمي، لأن هذه الشهادات هي لهذا الجانب. فبالتالي أنا أعتقد معالجة هذه هذان المكانان وهذان المنبعان هو سيقضي على هذا الهوج اللي قاعد يصير. كل واحد يبي دكتوراه عشان يحصل على بدل شهادة، ولا ماجستير عشان بدل شهادة، أو يبي شهادة هندسة، أو يبي شهادة حقوق عشان يأخذ على بدل، وهو لا تعبر هذه الشهادة على العلم اللي هو يحمله. لذلك أنا أتمنى وجود الدكتور خليل، كل تقدير واحترامه وزميل يعني الحقيقة، وأعرف إخلاصه وصدقه في مثل هذه القضايا، وأنا زاملت عدل يعني، وكان يقدم يعني نصائح الحقيقة كانت مفيدة لي حتى لما كنت أنا بالوزارة. أنا أتمنى أن يتبنون اللي هو المجلس الأعلى للتعليم. المجلس الأعلى للتعليم يجب أن يصدر بقانون، ويجب أن تكون له صلاحيات برسم السياسة التعليمية. والله تكلمنا في المجلس الأعلى للتعليم بالفعل قبل قليل. بس يجب أن يصدر بقانون، ما يصير بمرسوم واستشاري، لا، يجب أن يصدر. ووزير التعليم لا يكون رئيسه، وزير التعليم عضو، لأنه هو مجلس الأعلى للتعليم، سليم. هو اللي يتابع الوزير ويحاسب الوزير. كذلك يجب أن يعني نتطرق إلى قضايا أخرى في كيفية تطوير التعليم العام، عشان نقدر نحصل على خريج يبحث أصلاً، هو يبحث، لا يرضى بجامعة بسيطة أو بشهادة مضروبة أو بشيء من هالقبيل. هذا القضايا يعني إحنا لا نريد أن يعني بحسن نية أو بخطأ أو كذا أن يعني نفقد الحلول المباشرة للقضية ونذهب إلى إفرازاتها. دائما إحنا نذهب إلى إفرازات وتبقى المشكلة ثم تظهر. جميل بو أنس، أنا والله متفق معاك في كل هذا، بس محيرني شيء واحد. الهاء عن شنو؟ هل في عندنا شيء يطبخ اليومين ومحتاجين الهاء عنه؟ طبعا وايد. يعني شنو؟ أنا أقول لك مثلا من يومين كان النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ظهر في مقابلة، وهي أول مقابلة، يتحدث عن رؤية مستقبلية لتطوير الكويت.
نعم. هذا اللقاء يفترض ان يكون على الصفحه الاولى في كل الجرائد، يجب ان نناقشه حتى الان سواء متفقين وياه او مختلفين وياه. اليوم راح هذا في ظل قضايا مختلفه، بعد بكره راح نتكلم، راح ننسى هذا الموضوع، راح نتكلم عن قضيه يعني عندك بس اليوم. العفو بو انس، الماده القويه بو انس، انا اعلامي 29 سنه. نعم. الماده القويه تفرض روحها مهما سويت. بس انا المقابله انا شفتها وشفت قبلها المقابله مع التلفزيون الصيني، يعني جميل وكلام حلو كذي، بس امانه ما لقيت شيء يفجر تساؤلات عندي او يدفعني للاهتمام. انا كاعلامي اهتم بالمقابله يوم يومين ثلاثه اربعه، ليش؟ ما كان فيها شيء خبري، يعني كانت مقابله شرح. بس لو للالهاء عنها، يعني أنا أقول جانبك الصواب من يعني رؤيتي كإعلامي 29 سنة. أنا أحترم رؤيتك، لكن أنا أعتقد إن اليوم إحنا قاعدين نعيش، يعني قاعدين نطبق كتاب ميكافيلي الأمير. الغاية تبرر الوسيلة. مو بس الغاية، هو إلهاء الشعوب، إلهاء الشعوب عن قضاياها الرئيسية. اليوم احنا يعني بكره راح نتكلم على قضايا ثانيه، المظلات، ما المظلات احنا طالعه، بكره بعد بكره راح نتكلم، وعندنا حراميا حاشوا، عندنا زفلت قاعد، شركات قاعده تبقى في الصوبها. يعني انا اعتقد يجب ان نتكلم ونقول حنانيكم بهذا البلد، يعني حنانيكم بهذا الشعب، ارهق هذا الشعب من مشاكل قديمه، كل ساعه انفتح له ملف قديم واثير ثم اغلق ثم يفتح بعد سنتين ثلاث سنين. انا اعتقد يعني الهاء، مو هذا مو الهاء للشعب، هذا ارهاق للشعب وارهاق للدوله. انا اعتقد خلونا نتكلم على المستقبل، مو معنى هذا ان لا نعالج، لكن نعالج هذه القضايا بطريقة أكاديمية، مو بطريقة التهويل وبطريقة كأن البلد منتهي، كأن ما عندنا. تعرف إن يعني أنا كنت أتمنى لما أعلن عن يعني تصنيف جامعة الكويت أن يتم هناك اجتماع، تعالوا ليش تصنيفكم واطي هالشكل، تعالوا خل نتناقش، خل نضع الخطط، حطوا الخطط، تعالوا خل نتابعكم على هذا الجانب. يعني فبالتالي اكو قضايا، لما يعني اليوم نتكلم عن ازمه مشكله القيام في مدارس التعليم العام، اليوم لان بكره عطله، اليوم في مدارس الحضور زيرو. ما من اللي علمنا؟ الحكومه ابو انس، الحكومه اللي علمونا قبل العطله تجي بنص اسبوع، هم اللي علمونا نشبكها باول يوم ولا اخر يوم، تعودنا ما نقدر نعطل يوم واحد، شو نسوي؟ من اللي علمنا؟ انا اعتقد دور هني دور السلطه البرلمانيه، وانا اثق بالدكتور خليل بحرصه، يعني حرصه على المصلحه العامه، هني نوقف، يقولون تعالوا ليش هذا الشيء، تعالوا حطوا لي خطط. انا اعتقد حتى ننقل التعليم كذلك من اجتهادات وزير الى مسؤوليه الدوله، انا اعتقد ضروري نشرع، يعني في عمليه اصدار مشروع، اصدار تشريع قانوني لانشاء المجلس الاعلى للتعليم، هو اللي يعني يرسم ويكون في استقلاليه كامله عن وزاره التربيه. شوف انا اذكر لما جت وزاره التربيه، عفوا، لقيت المركز الوطني لتطوير التعليم جزء من وزاره التربيه، فقلت لهم ما يصير هذا قاعد يراقبكم ويصير جزء منكم وقاضين عنا الميزانيات، قلت لهم لا بنطلعه، فحاولت اطلعه الى مجلس الوزراء، طبعا ما قدرت، طلعته الى التعليم العالي، على الاقل يكون بعيد عن التعليم العام لانه هو يراقب التعليم العام. نعم. فبالتالي ما يصير يعني جزء من 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 الجسد يراقب الجسد. فبالتالي انا اعتقد لو نتعب على المجلس الاعلى للتعليم، وبعدين في قرار يصدر، ممكن يصدر، يصير في توجيهات الاصدار على قرار من مجلس الخدمه البدنيه بايقاف البعثات، بالبعثات الماجستير والدكتوراه مو محتاجها الجهاز الحكومي، والتركيز على الدورات، هل الفلوس اللي تروح للبعثات خلت تركز على تطوير الموظف اثناء عمله، هو اللي محتاجه مو محتاج الى شهادات عليا. ما نختلف في ذلك ابدا، وخصوصا موضوع المجلس الاعلى للتعليم، اعتقد اتفاقنا عليه كبير، وانا على استعداد بان يعني اشارك في وضع اي تشريع، لان الموضوع هذا انا مهتم له وقاعد اتابعه، وانا مستعد اشارك الاخوان اذا كانوا يحتاجون. ان شاء الله، وعسى الله يوفقكم ان شاء الله. مشكور جدا بو انس على هذه المداخله القيمه، مشكور، ما قصرت. الله يسلمك، مشكور. انا اذا اسمح لي. اي تفضل. اول شيء تحياتي حق زميلنا المليفي ابو انس. اي وانا ما اقدر اشوفه، كل ما اشوفه ما اشوفه الا زميل نائب. صح. ما اقدر اشوفه وزير. وكنت اتفق وياه وايد في المجلس ونتفق. ما يلوق وزير. ما يلوق وزير، هذا نائب، هذا نائب. فاقدين امانه. نعم، اكو 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 اسباب، هذه تبعات، اكو اسباب. كن على ثقه، نحن نناقش الاسباب، والتقرير اللي سيصدر من اللجنه سيقترح
حلول لمعالجة الأسباب، هذا واحد. نعم. المجلس الأعلى للتعليم نعم أكو كلام صار مع الوزير داخل اللجنة، والدكتور عودة موجود وأكو اقتراح سيقدم في هذا الأمر في داخل، وتناقشنا مع الأخ الوزير. نعم مدخلات التعليم ومخرجات التعليم والأمور هذه كلها وينها، أسبابها، خطط بعثاتنا والأمور هذه كلها، ومستوى التعليم. نعم 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 الآن، لأن أكو مع احترامنا وتقديرنا الأخ معالي النائب الأول معالي وزير دفاع عنده رؤية، وأنا الأوان أن يكون عندنا شخص في الحكومة عنده رؤية. الساعة المباركة أهلا وسهلا، ومن أساسيات الرؤية تكافع الفساد يعني، وبالتالي لكن لما جاء الرؤية إلى الآن لم تتبلور، ما شفناها على 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 ورق بقانون حتى نبدأ نتحرك نشوف مشاريعها، وهذا كلام قلناه حق معالي أهلا وسهلا. وأعتقد الكويت بحاجة إلى رؤية مثل هذه حتى نخرج مما نحن، لكن الحين لأن الرؤية مو واضحة ومو جايتنا بشكل رسمي سليم، هل أنا أنتظر وأسكت لأن أكو لقاءين في التلفزيون وأترك مسألة مثل هذه؟ ما هذه الرؤية اللي موجودة للكويت لعلاج ولانتشال الدولة من الوضع اللي احنا فيه من فساد اللي وصل إلى غاية التعليم. معقولة معلم شهادته مضروبة يبي يعلم عيالنا، تتوقع شنو النتيجة؟ لا تتوقع شنو النتيجة؟ أنا ما أتفق لا منهج يعني إيه بعدين كل ملفي موجود يعني هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود، نتناقش ونعالج الرؤية. وإحنا أنا من كنا يا حال نسمع عن كويت خضراء وما صارت، ونسمع عن كويت بلا نفط ومصادر أخرى وما صارت، وجامعة الإشدادية يعني إلى الحين ما صارت، يعني 40 إيش كثر لها الحين؟ من السبعينات. من الشين يعني قاعد تقص على روحنا؟ ممكن نعطر روحنا ننطر جامعة الإشدادية. الحين أنا متصدي لهذه المسألة، وأقبل يقال لي إن أنت قاعد تلهي الناس، لكن كن على ثقة، ترى حتى قضية رؤية الكويت وقضية المشاكل الأخرى أنا موجود فيها ولي رأي فيها، وسأتصدى أيضا إذا شفت فوضى وخلل فيها. هذا ما يمنع هذا شغل ما يصير أترك ملف مثل هذا بهالخطورة، ملف جدا خطر يعني، ما يصير أتركه والله. بعدين هذا أنت قاعد تنخر أساس المجتمع يعني يعني التعليم، وأنت قاعد تشكي أصلا من ضعف مخرجات التعليم، شلون أعالج ضعف مخرجات التعليم بدون ما أنقي من الشوائب؟ المساء الوزير بدر العيسى حاجيك عن التعليم التطبيقي جامعة الكويت. إذا كانت هذه المؤسسات المعنية بتطوير التعليم والدولة هكذا تدار وهكذا مسؤولين فيها وهكذا أساتذة فيها، شبقى لنا في المجتمع بعد؟ وبالتالي عموما في كل شيء نتحكى فيه، أهم عنصر في هذا المجتمع العنصر البشري، وأهم بالضبط. أهم مجال لتنمية هذا الإنسان تنمية العنصر تعليمه البشري. التعليم من أهم مجالات تنمية العنصر صحيح البشري. صحيح. ما يصير تقول لي والله إلها، لا لا أنا ما أترك وراح ننتهي بمعالجة سليمة تشريعية كاملة للقضاء على هذا. خل نفخر سويا بالإلهاء وخل نلها مع فاصل صغير ونرجع. أبو عبد الله، للمزيد من الإلهاء عن القضايا المصيرية اللي تعترض الأمة. نعم. احترامنا للرأي. لا لا لا. لكن يظل يظل إحنا فعلًا ترى فعلًا مسألة خطيرة ومهمة. وكلامك كله مستحب. ولا يمكن 100%. بس في هالمسألة لا يمكن تجاوز هالموضوع. لا يمكن. ما نقدر نتجاوزه، ونبي نتكلم عن جانب تطوير التعليم اللي طرح الأخ أبو أنس. بس قبلها في الحين الكثير من الوافدين في الكويت يحملون شهادات، يعملون في مؤسسات خاصة وربما مؤسسات حكومية وشركات كبرى، من يفحص شهاداتهم؟ الكويتي اليوم يطلب تعيين يقولك لازم درجته كذا مش عارف ايش، الوافدين لما تسرب اوراقهم كلها مقبول الشعب. بالمناسبة أنا أسجل إعجابي وتقديري بكلمة لك مرة صلخت أحد الوزراء لما دخل بيسوي عرض لحالة أو شيء ويايب معه وافدين. أي وقفوا بعدين يوم صرخت وقفوا الباب ما دخلوا. وطبعا ناس علقت بعدين قالت وماذا عن مجلسكم في وافدين أيضا. بس خل نطرح الحين محور على السريع موضوع الوافدين. أول شيء أشكرك على كلمة من يفحص، هي الكلمة السليمة الصحيحة. اليوم أخوي أبو خالد كل وافد يدخل علينا نفحصها في مكانين، نفحصها جنائيا
أمن الدولة والأمني ويطالعونه ونفحصها صحيا، لكن مع الأسف ماكو أحد يفحصها علميا. إحنا بحاجة إلى لما يك واحد يدعي عنده شهادة عنده 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 مؤهل علمي عالي، إحنا في الدولة بحاجة لو أهلا وسهلا ومرحب بكل الوافدين اللي قاعدين يشاركون في بناء هالبلد بالتأكيد على رؤوسنا كلهم بالتأكيد. لكن لما يجي يدعي صفة علمية لازم أتحقق منها بعد، أنا ما يجي بواحد واحد مزور ولا وهمي في ديرته يعني من هناك بيصير لهني أبو العريف أبو العريف وراسه، لا، ويشارك في مشاريع دولة من من صلبوخ ومن حصى ومن شوارع من جسور من مستشفيات ومراكز صحية واستشارات قانونية وغيره 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 وغيره. الفل أكو لازم جهاز يفحص. الآن وزارة التعليم العالي ما أعتقد، وطلع الوزير قبل كم يوم يقول في اللجنة يقول إحنا عندنا الإمكانيات البشرية والموارد اللي نحتاجها لفحص شهادات الوافدين، أنا أعتقد ما عندك. اليوم جمعية المهندسين عندهم اتفاقية مع هيئة القوى العاملة وأكو لجنة جمعية المهندسين هي اللي تفحص شهادات المهندسين. اليوم جمعية المهندسين تفحص شهادات المهندسين. الآن أكو لجنة يفترض فيها ناس، يفترض فيها ناس من جامعة الكويت، ناس من التعليم التطبيقي، ناس من القطاع الخاص، ناس من هيئة القوى العاملة، لضمان أن اللجنة هذه ما تحيد. وأكو آلية وأكو طريقة وبروسيس. الآن لأنه يفترض تحت مظلة التعليم العالي في نهاية اليوم، لكن ما هي تحت مظلة التعليم العالي. أكو حقوقيين، أكو في مجالات أخرى في الطب المساعد وفي علم النفس وفي العلوم الإنسانية وغيرها، منو قاعد يفحص الشهادات هذه؟ ومو مقبول ييك واحد خريج جامعة أكس على افتراض من دولة من الدول، نعم، إحنا نعرف أن الجامعة هذه راحة فيها ومولية ومو حقيقية ومزيفة، لأن أكو ولدنا ما نقبل شهادتنا لما يبهى منها، ولدنا وحاسبنا وغرمنا وسجننا. لكن لما يأتينا واحد من نفس الدولة يجيب لي من نفس الجامعة أقبله؟ لا أخوي ما أقبله لسبب، الجامعة سقطت وفق معاييرنا، الجامعة سقطت اللي عطت هذا شهادة خلال أسبوع، شهادة أربع سنين عطتها خلال أسبوع ولا بزيارة زيارتين بويكند ويكندين راح ياب الشهادة، سقطت الجامعة. وبالتالي ما يجوز هذا ييني ويجيب القطاع الخاص ويقول لي هذا مهندس أبي أشغله في مشاريع الدولة، أو حتى إذا ما كان في مشاريع الدولة يجوز واحد يدعي الآن على 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 افتراض مثال يقول لك أنا أخصائي علاج طبيعي وسأقدم العلاج الطبيعي ببلاش من غير مقابل حق كبار السن وهو أصلاً مو أخصائي علاج طبيعي، يدخل في أعراض الناس، يكشف على الناس، يعور الناس، ما يجوز هذا ينترك. لذلك أيضاً نحن الآن نطالب بفلتر ثالث غير الصحي والأمني، فلتر علمي. الوزير قال احتاج قانون، منو اللي يسوي الحين؟ هذا وزير التعليم العالي، مسؤوليه التعليم العالي. قال احتاج قانون، قلنا له ابدا ما تحتاج قانون، هذا قرار من عندك ومن عندكم في مجلس الوزراء من غير قانون، ما تبي تسويه احنا ترى احنا نفرضه عليك بالقانون، لكن هو فعلا ترى تقدر تسويه ببساطه، يكون هناك فلتر ثالث خل نضمن. ويك واحد يقول لك ما اخاف يفحصونا نفس فحصه فينا الحين، على كل حال لا ان شاء الله لا إن شاء الله لا. عموما على الأقل إذا في اختراق للمنظومة منظومة العمل في الدولة نقدر نحجب 80% منها ويختم اختراقها 20%. لأن الوقت يداهمنا. مساء كلام أبو أنس جميل جدا فيما يخص موضوع تطوير التعليم، قال عندنا خلل في الجهاز الحكومي وعندنا ضعف في مخرجات التعليم. صحيح. ضعف مخرجات التعليم شنو ممكن نعمل فيه؟ قال أيضا أبو أنس شخص في بعض الأشياء وأتفق معه 100%. نعم لدينا مشكلة، لدينا مشكلة في منظومة التعليم، لدينا مشكلة في منظومة التعليم العالي. أنا أعتقد نحتاج إلى دراسة وافية وناس مختصين يقدمون لنا الحلول، مو إحنا. أنا نائب لأني كنت أدرس في الجامعة صرت مختص في التعليم، أنا ماني مختص في التعليم، أنا مهتم في التعليم. ونفس الكلام ينطبق على زميلنا العزيز أبو أنس وعلى الآخرين، تعال في ناس مختصين ونحن نعطي الاقتراحات والآراء، والقصور التشريعي نعالجه، رؤية شاملة حق التعليم وفكرة في التعليم. على فكرة أبو خالد، مشكلة التعليم ترى مشكلة عالمية، مش بس مشكلة صحيح. العالم كله يشكي من التعليم، لكن أكو هناك من يعني تجاوزها بشكل إحنا ما نروح نريد ونعيد اختراع العجلة. نقول تعال شوف النماذج هذه نقصصها نسويها على
على حاجتنا وعلى بيئتنا وعلى مجتمعنا وعلى اللي موجود عندنا ونطبقها الآن، ونطبقها مو بشمولية، نعمل لها بايلوت ستدي، نعمل لها دراسة، نطبقها فترة ونشوف آثارها ونتائجها. كل ما طرحه الأخ أنس أبو أنس أحمد المليفي زميلنا العزيز نوقش وقاعد يناقش في اللجنة التعليمية، لكن مع الأسف لأن ما في ديمومة للمؤسسة التعليمية اللي المفترض تكون محايدة عليا في الدولة في هالمسألة، فماكو الرؤية الواضحة. فيا ليت تشوفون لنا موضوع راح نعالج إن شاء الله قاعد وهذا جزء من اللي اليوم قاعد نناقشه، قضية الشهادات ترى هي مرتبطة ارتباط كامل في هالمسألة، صحيح وقاعد نناقشها. والآن همة غيرنا، همة الآخرين، همة المجتمع أن يصير في حشد ودفع مجتمعي كامل للتركيز على هالقضايا، مو معناته أنا أترك قضية أخرى. كل المجتمعات المتحضرة ترى في أمر أمرين، التعليم، الصحة، طبيعي ذيلا أساسيات طبيعي. يعني طبيعي. ما يمكن التنازل عنها. معانا اتصال يقولون لي الكنترول. ألو 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 يا هلا أستاذ وليد، حياك الله أستاذ حمود. أهلا، أنا مسي عليك وعلى ضيفك الكريم. الله يسلمك أستاذ حمود الدلماني، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ورضا. أستاذنا أنت محامي لبعض الحالات اللي كانت جزء من محاور لقائنا اليوم اللي هي الجامعة الأمريكية في أثينا. نعم صحيح. فودي أسمع منك شوي وجهة النظر الأخرى، حرصا على يعني تعدد الآراء وإعطاء كل الـ يعني إفساح المجال أمام الجميع للإدلاء برأيه. نعم. بداية أمسي عليك أستاذ وليد وعلى ضيفك الكريم. جزاك الله بالخير. للحقيقة مسألة يعني الجامعة الأمريكية في أثينا تحتاج إلى إشارة واضحة إلى المتسبب بهذا الخطأ. نعم. الدكتور خليل تفضل قبل قليل أنه قال هناك خطأ من المنحق الثقافي، خطأ بسيط، وهذا الأمر يعتبر تفصيل للمسألة. في الحقيقة أن أعضاء هيئة التدريس للتعليم التطبيقي لم يتوجهوا مباشرة إلى أثينا. هنالك نعم. كتب صدرت من المنحق الثقافي في فرنسا إلى التعليم التطبيقي وإلى التعليم العالي، وأنا سلمت الإعداد صورة من هذه الكتب يثبت فيها أن الجامعة الأمريكية في أثينا هي جامعة معتمدة من الاتحاد الأوروبي وجامعة معترف فيها من أثينا نفسها وجامعة معتمدة أيضا في المملكة المتحدة البريطانية. وبالتالي عندما التحق أعضاء هيئة التدريس إلى الابتعاث، هذا الكلام كان وقت التحاقهم، هذا الكلام كان قبل ولا ما زال قائم إلى اليوم؟ لا لا، هذا الكلام كان قبل التحاقهم. صدر كتب من الملحق الثقافي في فرنسا إلى التعليم العالي وإلى التعليم التطبيقي بأن هذه الجامعة قائمة وجامعة معتمدة ومعترف فيها من الاتحاد الأوروبي ومعترف فيها في أثينا. الحقيقة أن المبتعثين صدرت قرارات ابتعاثاتهم بناء على هذه الكتب الملحق الثقافي، وهم درسوا هناك على حساب البعثة التعليم التطبيق. نعم، على حساب البعثة. هذا الكلام كان في عام 2008. نعم، تم ابتعاثهم. في عام 2009 صدر قرار من وزير التربية بأنه وقف الالتحاق بهذه الجامعة. أي. وفي صلب هذا القرار في المادة الثانية منه استثنى الدارسين. نعم. منها بأن هذا القرار لا يشملهم من كمل دراستكم. مع ذلك مثل ما تفضل الدكتور خليل قبل قليل، أحد المبتعثين إلى هذه الجامعة بناء على القرار الصادر من وزير التربية بوقف الالتحاق لهذه الجامعة، مع أنه أعطاه استثناء في استكمال دراسته، توجه إلى التعليم التطبيقي كونه مبتعث منه وطلب نقله إلى إحدى الجامعات، رفض التعليم التطبيقي نقل هذا المبتعث. وبالتالي وبما أن هذا القرار يوجد فيه استثناء باستكمال الدراسة لمن صدر قرار بعدهم، أكملوا دراستهم، وبعد ما تحصلوا على متطلبات درجة الدكتوراه وتم تخريجهم في عام 2011 و2010، صدر قرار من وزير التربية بوقف الالتحاق، باستمرار وقف الالتحاق، وأن على الطلبة الدارسين في هذه الجامعة الانتقال إلى جامعات أخرى. طيب عفوا، ممكن أسأل هم
انتظموا في مقاعد الدراسة هناك؟ أنت يعني كونك محاميهم بالتأكيد سألتهم الكثير من الأسئلة وتداولتوا في الأمر، هل التحقوا في مقاعد دراسية ولا قدموا أبحاث؟ هل هو المبنى نفسه اللي تطلع صور أو فيديوهات عنه المبنى الصغير هذا ولا غيره؟ لا لا غير صحيح، الصور اللي تطلع في هذا المبنى أنا سألتهم عنها، هذه الصور غير حقيقية وغير صحيحة. نعم. بالعكس انتظموا في هذه الدراسة، وشهادة الدكتوراه كما تعلم هي نعم. رسائل دكتوراه ولها آلية معينة، ليست نفس الآلية البكالوريوس. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ وليد، نعم. الآن بعد ما تم تخرجهم صدر قرار من وزير التربية بوقف الالتحاق في هذه الجامعة. نعم. هذا القرار تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2012، أي بعد تخرجهم بعام كامل. هذه بعام صدر بتاريخ 8/1/2012. لا، هو القرار أعلن وبعدين ينشر في الجريدة الرسمية خلال شهر اللي أعرفه أو أقل، صح؟ لا 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 لا، لا اللي تم أستاذ وليد أن نشر هذا القرار بتاريخ 8/1/2012. أيه؟ وأنا سلمت الإعداد صورة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها. نعم. هذا القرار. نعم. الشاهد في هذا الموضوع أن إذا كان القرار الأول استثنى الدارسين قبل صدوره، نعم. والقرار الثاني، وهذه يعني يجب تدبر القرارات التي صدرت من وزير التربية، القرار الثاني الذي صدر بوقف الالتحاق ونفي الطلبة واستكمال دراستهم في جامعات أخرى، هذا القرار يؤكد على أن المقررات الدراسية التي درسوها الطلبة معتمدة لدى التعليم العالي، وبالتالي اذهبوا إلى جامعة أخرى واستمروا دراستهم. هذا أمر. السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت هذه الجامعات وهمية، إذا كانت هذه الجامعات غير حقيقية وغير قائمة، هذه الجامعات أستاذ وليد يتم تزويدها من قبل الملحق الثقافي برسوم المبتعثين، فهل كان الملحق الثقافي هناك يرسل هذه الأموال للوهم أو للعدم؟ الحقيقة أن هذه الأموال أو هذه الرسوم لا ترسل إلى تلك الجامعات إلا بعد أن تصدر تقارير ربع سنوية عن الأداء. هو واضح أن في خطأ جسيم وقعت في التعليم العالي، يعني واضح أن يتحملون جزء كبير من المشكلة والمأزق اللي الطلبة فيه. بس أنا سؤالي، هل الطلبة لقوا المسألة غير حقيقية؟ ردوا يعني من ساعة الدكتور خليل أبو اللي حكي عن طالب راح لقى الوضع ما هو مضبوط، رجع حاول يحول حاول ينقل، وعندما يثبت من أوراق أنه حاول ينتقل إلى جهة أخرى لكن هم أقبلوا له. هذا الطالب أستاذ وليد، فهل كانت جامعة حقيقية من كلامك ويا موكلينك؟ بالعكس كانت جامعة حقيقية وقائمة. ويعني باعتراف الملحق الثقافي نفسه، إذا كان الملحق الثقافي هو يرسل بس الملحق الثقافي رد غير رأيه بعدين. طيب أنا يا أستاذ وليد اليوم إذا كانوا هذول المبتعثين ايضا، اذا مثل ما تفضل الدكتور خليل احدهم بعد صدور القرار الاول الذي طلب وقف الالتحاق، هذا الرجل قرر انه ينتقل الى الجامعه الاخرى لسبب ما. نعم. التعليم التطبيقي رفض كونه مبتعث الى هذه الجامعه، ان القرار الصادر في ابتعاث. نعم. الى هذه الجامعه تستمر بهذه الجامعه. صحيح. بعد تخرجهم صدر قرار وقف التعامل مع هذه الجامعه وعدم الاعتداد فيها. السؤال الذي يطرح نفسه أنه لماذا بعد 6 سنوات من تسكين وظائفهم وتحصلهم على هذه الدرجة العلمية يتم التحرك بهذا الشكل عليهم؟ لماذا لا يشير أي مسؤول أو من تبنى هذه القضية؟ دكتور خليل أنا أشكر أن تبني قضية التعليم، لكن في الحقيقة لا أحد في تناول هذا الموضوع بالشكل الصحيح. هنالك مسؤولية كبيرة على التعليم العالي. نعم. وعلى وزير التربية وعلى وكيل التعليم العالي وعلى الملحق الثقافي. نعم. عندما نلتفت إلى المؤسسات التعليمية نقول أن هناك خطأ بسيط حصل منهم، وعندما نلتفت إلى الطلبة نود إعدام هؤلاء الطلبة، نقرر أن هؤلاء الطلبة زوروا وأوهموا وتعاملوا. طبعا
الموضوع ما زال مطروح أمام القضاء. نعم صحيح. ويعني بالنهاية ما يقرره القضاء سوف يسري على الجميع. نعم صحيح وكلنا ثقة في القضاء. وأنا رسالة أود أن أوصلها. اتفضل بس لأن الوقت يداهمنا. نعم هي مداخلة لا تكفي. وبالتالي حتى المتضررين في هذا الوضع بالعكس يطالبونك وأنا كمحامي أطالبك بلقاء لتوضيح جميع المسائل بالمستندات الرسمية. لأن ما حصل للمبتعثين من قبل التعليم التطبيقي يعتبر جريمة شنعاء في حقهم. تم التشهير فيهم، تم استحب الشهادات العلمية التي تحصلوا عليها، وكل ذلك بخطأ من التعليم العالي. وأنا أشكر بالنهاية لا أكيد ماكو أمر يمنع أن يظهر بعض المتضررين من هذا الأمر ويشرحون معاناتهم. القضية اليوم مطروحة علنا أمام الجميع، ومن حق كل طرف معني بالقضية اللي معه واللي ضد أن يطرح وجهة نظره. وأنا شاكر لك جدا هذه المداخلة القيمة أستاذ حمود الدلماني، ما قصرت. دكتور تحياتي للأستاذ حمود. جامعة حقيقية موجودة؟ لا لا مو صحيح. الجامعة موجودة كمبنى وكشكل. نعم المكتب الثقافي والتعليم العالي أقروا باعتماد هذه الجامعة، والتعليم التطبيقي أقروا بهذا الأمر، لكن اكتشفوا خلال سنة واحدة، خلال سنة مو مدة طويلة، بأن أكو خلل ما. الآن في الجانب القانوني والاعتماد، نعم نحن نقول أكو تقصير من التعليم التطبيقي، أكو تقصير من التعليم العالي، أكو تقصير من المكتب الثقافي، أكو تقصير. نعم قلنا ورق كارثي وأنت الآن وكل الحاسب في رائحة نتن. أي احنا اكو تقصير، واحنا الطلبه عفوا في فلوس بالموضوع يعني. يعني انا بفهم لما التعليم هل في مسؤول حكومي؟ انا ما ادري، انا اعرف في الشهادات المزوره في فلوس، واكو في هذه الشهاده بالذات. هل احد تتبع الفلوس تروح من الدوله الى الملحق؟ مسؤوليه النيابه. الملحق يدزهم على الجامعة. الجامعة وين توديهم؟ الجامعة. هل يمكن تتبع مسار هذه الأموال؟ يمكن يحل أحد الألغاز اللي صعبة أمامنا؟ من توصل حساب الجامعة صعب تعرف إذا من حساب الجامعة يات حق الكويت. بس أعتقد بمتابعة ممثل الجامعة أو من كان يقول أنا وكيل الجامعة يتابعونه. أكو شيء مهم في كل العملية هذه أستاذ بخالد والأستاذ حمود أيضا المحامي، أكو جانب أخلاقي في هالمسألة. هذا أكيد. والدليل أن أكو خلل، أن الطالب اللي ياه المبتعث مال الدكتوراه اللي ما يرد، هذا مؤشر ودليل أن أكو خلل. رأيها قال ترى بطلع. الأمر الآخر، أنا خرجت في 2017، احنا الجامعة كانت موجودة في 2008 2009 2000 في 2017. اليوم لا وجود للجامعة، انتهت خلاص. مع نقول في ذاك الوقت كانت طلع لنا مسؤول يقول هذه مثل هارفرد، ولك اسكت لا يسمعونك هارفرد يشقون بطنك بقضية. اسكت، طلع مسؤول يقول هذه تعادل هارفرد. احترام لا 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 يشقون بطنه لا يعني لا انا اقصد كناية عن معنوية كناية عن انه يلاحقونك قانونيا اذا هارفرد سمعت ان انت قاعد تحط جامعة مثل هذه في مستواها، إذا سمعوا عنك يلاحقونك قضائيا. طيب هالكلام كان ب 2009 عموما، هذه كانت قديمة. السؤال الآن الكل يطرحه، ليش الحين؟ ما أنا صار لي 5 سنين قاعد أراكض ورا هالموضوع، أبي الأسماء. والله في شبهة دستورية أكو مدري شنو، عطونا منو الجامعة، منو اللي وقع، منو اللي طلع الكتاب، منو في نهاية اليوم. وإحنا نتكلم اليوم أكو قضايا في المحاكم، صحيح اكو قضايا قاعد تطلع في المحاكم واحنا حريصين ما نخوض في الجانب بالضبط. لذلك القضيه حاره ساخنه، لا زالت ساخنه. من يقول القضيه كانت قبل 8 سنين وش معنى طلعت الحين؟ لا ساخنه في المحاكم، اكو قضايا قاعد تصدر مستمره في المحاكم، اكو احكام قاعد تصدر. واذا صدرت احكام بمعادله هذه الشهادات كلها، شهادات الفلبين، شهادات سلوفاكيا، شهادات الهند، شهادات الأثينا، شهادات لندن، وشهادات أمريكا اللي حي الله هالشكل، زعنفة الحوت الناقص، خلصنا بعد ايش بقالنا. لذلك إذا كان هناك شيء تشريعي ناقص نبي نسك، نحن مطالبين بحماية هذا المجتمع. ما يصير تقولي والله شو اللي طلع الموضوع. أنا أقول لك 5 سنين قاعد أركض ورا الموضوع، والساعة المباركة صارت قضية حارة. قضايا اليوم هو يعرف الأستاذ المحامي حمود
اليوم قضايا قاعد تبت في المحكمة وقاعد يصدر فيها أحكام. فالقضية إذن قائمة جامعة، والتساؤل أو أنا أقولها بالفم المليان. نعم. الجامعة ككيان كموجودة في ذاك الحين في 2008 كانت قائمة. هل هي جامعة معتبرة وأكاديمية وتليق بأن إحنا نعطيها بعثات؟ عندها ترخيص لا. مليونان؟ لا عندها ترخيص حسب الورق اليونان؟ حسب الورق اللي ورانا يا وزير التربيه وزير التعليم العالي في اللجنه لا حتى اليونان مو مرخصتها عيل خلينا نطلع فاصل ونرجع ذبحوني والله ذبحوني نمدد شوي شباب دكتور الكنترول يمكن يعطونا دقيقتين ثلاث زياده نحكي فيهم الوقت داهمنا والمداخلات كانت طويله شوي انا ملاحظ في صد إيه يعني اوكي في قلت نعم. في تيار كبير يؤيد بس هم ما زال في تيار يشكك الحين التشكيك القانوني شيء والتشكيك العلمي شيء اخر في نهايه اليوم كل من يريد ان يشكك في هالمساله التشكيك القانوني افهم يعني هذا دوره شغله يعني لكن الحين كل من يريد ان يتصدى اهلا وسهلا حقك تتصدى لكن يفترض اول شيء تثبت لي انك انت مو من اصحاب هذه الشهادات لانه يصير في كونفليكت اوف انترست في تضارب مصالح طلع شهادتك بعدين لان اذا انا قاعد اتصدى بعنف وواقف ما شنو معناه ان قد يكون في تضارب مصلحه شهادتي واحده من هالشهادات وبالتالي راح اخسر اطلع اعلن عن شهادتك اثبت لنا ان انت شهادتك شهاده حقيقيه وانت متبني هالموضوع من جانب اكاديمي علمي اخلاقي اهلا وسهلا لكن اكثر اللي قاعدين يصدون اكو بلا في شهاداتهم مع احترامي تعتقد مو الكل بالتأكيد لا لا ما عمرنا نعمم على أكثرهم لذلك هذه مسألة مهمة عشان نعرف حجم المشكلة ماذا لو كان أكو هناك صد سياسي داخل المجلس بثني الوزارة من أنها تلاحق هالمسألة ومساح قال مثل هذا مشكلة. الدكتور بدر هي أكو مشكلة لذلك احنا ايضا نتحمل مسؤوليه في ان نضمن بان هذه الاجراءات ما يمس احد ولا احد يتعرض لها تستمر واذا حادت احنا نسائل خليك في اجراءاتك كمل من تسائل نسائل وزير التربيه وزير التعليم العالي في المساله ان لاحق المسؤولين اللي تسببوا في خلق هذه المشكله والان الناس يدفعون ثمنها واكو اخرين راحت فرصهم في العمل في المناصب الاشرافيه والقياديه بسبب ناس اصحاب شهادات مثل هذه اكو قانون اسمه قانون القياديين موجود في مجلس الامه على جدول الاعمال انا الاوان لاقرار هذا القانون واهم شروط وضوابط هذا المساله ان هالقياديين تكون شهاداتهم معتمده من التعليم العالي وتكون محترمه هذا بعد مهم فاحنا اليوم موعودين باكثر من قانون قانون القياديين وعندك القانون مال احنا في اللجنه التعليميه سنقر بعض هذه القوانين اكو قوانين موجوده على جدول الاعمال يفترض الراي العام ويفترض المجتمع ويفترض الكل يدفع بأن هذه القوانين تقر لازم لأن ما تعالج إلا بإغلاق هذه الثغرات القانونية النوافذ هذه اللي كل من هب ودب قاعد ينجز لك منها لازم تسكرها إنزين إفادة أخيرة تفضل. عشان تصور يمكن إحنا تعرضنا لها بشكل غير يعني مرة كذي أنواع الشهادات اللي مش ولا بد أكو تزوير نعم. أكو غير حقيقي أكو مساء أنت عدتهم بس بشكل نعم إيش الفرق بينهم التزوير إن الجامعة ما خرجتك عشان نكون عارفين التزوير تعريف كل التزوير حالة. إن الجامعة ما خرجتك فالتزوير بالشهادة يعني شهادته غير موجودة أصلا في هذه الجامعة نعم. وهو جايب واحد محترف تزوير وجايب يقول هاي جامعتي وهو لا راح جامعة ولا قالها الله والتزوير أيضا هذا تزوير التزوير أيضا إنه مو هو اللي راح الجامعة داز ولد فريجهم ولا داز واحد آخر انتحال صفة ولا واحد معطيه رداش عنه ما أخذ الشهادة ويعني يقول أنا أخذت الشهادة هذا أيضا نوع من أنواع التزوير وهي مسؤولية الجامعة نفسها اللي أعطيت الشهادة قبل هذا يصعب إثبات صعب لكن يظل تستطيع إثبات أمور مثل هذه بملاحقة دخل ما دخل داش متى سافر متى سهل كشفه اكو جامعات مش معتمده وبقالات حيالله ناس يبين منها شهادات واصلا اساسا مو معتمده هاي شهادات وهميه وقاعد يدعون اصحابها بصفات علميه ومهنيه اكو جامعات مو جامعات معتبره وسليمه علميا
وأكاديميا، وبالخطأ تم اعتمادها مثل هذه مالت أثينا. أكو جامعات تكون جامعات موجودة لكن عطت آخرين وفيها أساتذة وغيرها، هم هذه جامعات شوية تسقط. وأكو جامعات محترمة، جامعات راقية، الناس يعبين منها شهادات. كل هذا اللي احنا قاعد نقوله نريد أن نحمي أصحاب الجامعات المحترمة وأصحاب الشهادات المحترمة، وترتقي بالعملية التعليمية وترتقي تعالج أشياء كثيرة. الآن التسميات قد يسميها هذا واحد كذي، واحد يسميها كذا، واحد يسميها كذا، التسميات تختلف ولكن الفكرة ثابتة وواضحة. ما يجوز بأي شكل من الأشكال ادعاء الصفة المهنية والأكاديمية إذا هي ما هي فيك، ما يجوز. خطورتها عالية جدا من الجانب الاقتصادي الاجتماعي السياسي وأيضا من الجانب طبعا هو كلها تحت مظلة الأخلاق. اللي ما عنده أخلاق يسوي كل شيء. قربنا نختم، تحت أمرك. في جانب ودك تتطرق لما يبنى طارية؟ أكو شيء بخالد، والله أنت غطيت أشياء كثيرة. أكو شيء مهم نحتاج إلى أن في المجتمع هذا نفهم أن أكو أسس لنتعامل مع بعض. الكويت فوق الجميع. نعم. أكو حالة إحباط شديدة جدا 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 في المجتمع وفقد ثقة، وأكو مكينة فوق حالة فقدان الثقة والإحباط، أكو مكينة تتعمد لكسر المجتمع. تتعمد أكو مكينة متعمدة تبي تطق وتكسر وتحطم من هذا المجتمع. مجلس الوزراء يتحمل، مجلس الأمة يتحمل، الإعلام يتحمل، المجتمع يتحمل، رب الأسرة يتحمل، في أن نحمي هالبلد من هكذا شيء. الآن أكو فساد، أكو فوضى، أكو سوء إدارة، أكو كل هذه موجودة، بس لكن ما نفقد الأمل، ما نفقد الأمل، لكن مهم جدا أن لا نسمح لهذه الأمور أن تضعنا نقول خلاص أقعد ببيتي، سكر الشتر ولا قط نفسك وخلي القاعة تروح. أبدا هذا غير مقبول. كلنا نتحمل المسؤولية وننتبه على المحاولات المشبوهة اللي قاعدة تجينا، ننتبه نميز هذا من النوع اللي قاعد يكسر، هذا من النوع اللي قاعد يبني، هذا يكسر هذا يبني. وكلهم يمارسون النقد، كلهم يمارسون الدعاء. نعم ننتبه، لازم المثل العليا والمصالح، لازم ننتبه. ناخذ وعد منك ان القرعه لن ترعى في هذا البلد ان شاء الله. واجبنا امام رب العالمين لوطننا، الله يشهد. واجبنا امام رب العالمين في وطننا. اكيد اكيد مسؤوليتنا كلنا. الكويت تستاهل. نعم. ان نعمل بجد واخلاص. نعم. الله يديم علينا نعمه الامن والامان. امين. والله يحفظ هذا البلد من كل مكروه ان شاء الله. ان شاء الله. انا شاكر لك جدا دكتور، هذه الليله الجميله في حوارها، الحزينه في أنا سعيد ما تكشف لنا من خلالها. أنا سعيد بلقائك وتشرفت. الله يسلمك. وسامحونا إذا ثقلنا. لا لا بالعكس، شيء جميل. مشكورين يا جماعة، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. حياكم الله.